أنا نفسي قبل ما أختم الحلقة نقصر حاجتين، إن ممكن يكون الفشل اللي إحنا سميناه خطأ وتجربة يكون خطوة للنجاح. رقم اتنين، أصلاً طالما هو حاجة صعبة لكن مش مستحيلة ينفع إن أنا أنفذها، أعمل ثلاثية الفعل. أدي عندي خطة وأدي عندي تدرج ولا عندي استمرارية وعندي تكرار للأمر وصبر عليها، وده شيء ممتاز جداً. أحط خطة وأزمنها وأخد خطوات وعندي مرونة، وما أقولش إن أنا وقعت أو أخطأت في تجربتي يبقى أنا فشل. ما وصمش نفسي وصم ما هوش فيا، مش حقيقي. وصف نفسك صح وعيش حياتك صح، وما تقولش أنا فاشل، فيش حد فاشل. هات ورقة وقلم اكتبه معايا كده، أدي مستحيل وأدي فشل، وقطعه قطعه 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 ونرموها كده. فيش حاجة اسمها فشل وما فيش حاجة اسمها مستحيل، طول ما أنا باخد بالخطوات في حاجة اسمها الله المستعان وعليه التكلان. أدعو الله سبحانه وتعالى ينجح كل أولادنا، قولوا أمين، ويبقى كل نظرة أولادنا ابتدائي إعدادي ثانوي، ودي أظن أنا بخاطب الحلقة دي الفئة دي، إن يبقى كل واحد فاهم عن نفسه. لا عادي، مش شرط إن أنا أكون البرفكت قوي، أكون الأولاني، لكن على الأقل باخد في خطوات. ما تسمحش لحد، لا مدرس ولا أب ولا أم ولا مربي، يقولك أنت عيل فاشل. غلط. أنا أعرف بنوتة وكانت معايا، كنا في فصل متفوقات، يعني طالعين من إعدادي بمجاميع عالية وداخلين ثانوي، وكانت معانا في الفصل. قالوا إيه أكيد اللي داخل الفصل كلهم شاطرين. فجت مدرسة الرياضة وبتشرح، والبنت دي طلعت قالت أنا مش فاهمة. فطبعا كون إن الفصل واحدة تيجي تقول مش فاهمة إزاي، ما إحنا كل المفروض كلنا بمستوى مثلا معين في الذكاءات أو كده. فضلت تعيط تعيط، والحصه كلها الاستاذه بتاعت الرياضه عماله تطبطب عليها عشان هي بتعيط. انا مش عارفه انا مش عارفه انا مش عارفه مش عارفه انا مش فاهمه زيهم، هم فاهمين هم شاطرين انا مش فاهمه. وفضلت المدرسه معاها خطوه بخطوه. البنت بقت كل يوم جمعه، طبعا احنا كان الاجازه عندنا الجمعه بس زمان، كان كل يوم جمعه في يوم الاجازه تتصل بحد اشرحولي اشرحولي اشرحولي، وتيجي تاني يوم من المدرسه الموضوع ده نحل ازاي، طب انا عملت، طب الخطوه دي. فضلت على كده الترم الاول. الترم الثاني هي الأولى علينا، شفتها بعد تقريبا يعني ما لا يقل مثلا عن يعني 8-9 سنين في جامعة اسكندرية، قابلتها في شارع بورسعيد. شوفوا بقى هي عارفة أنا بتكلم عليها. قالت لي أنا الحمد لله الحمد لله تعينت معيدة في الجامعة. كليتي يا بنتي هندسة. قلت لها هندسة وإنا فاكرة أنت لسه في أولى ثانوي وطلع قدام السبورة وبتقولي أنا مش عارف. مفيش حاجة اسمها فشل، مش حاجة اسمها مستحيل. البنت اللي كانوا دايما بيقولك هنطلعها من مدارس، ودي قصة مشهورة جدا على مش عارفة الفيديو 3 مليون تقريبا بتاع البنت اللي تم التنمر عليها، وانتي فاشلة وانتي فاشلة وانتي مش عارفة حاجة وانتي جالها بس مدرس تبسم وابتدى معاها خطوة بخطوة. طلعت الأولى على المدرسة، طلعت الأولى على المحافظة، خدت منحة وطلعت تدرس في أمريكا. ما تسمعوش للمحبطين، ما تصدقوش كلام حد يقولوه على نفسكم ان انا بوصم معين ولا بفشل معين. ونرجع تاني نختم باخر جمله، مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها مستحيل، في تجربه وخطا، وفي حاجه اسمها الله المستعان وعليه التكلان.